الحمد لله، بسم الله. درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو لوتي ديغرادي، وهو لوتي اللي عندنا في هاد المكان اللي كاين هنا. ملاحظة، يمكن لكم تدخلوا الفوتوشوب ما تلقاوش لوتي ديغرادي، تلقاو في بلاصتو لوتي بو دو بانتور. في هاد الحالة فقط نكليكي على لوتي بو دو بانتور بوتون غوش، ومن بعد نازل لوتي ديغرادي اللي كاين هنا. هاد لوتي ديغرادي تيبان لكم ان بلوس، غادي نكليكي ونبقى مكليكي ونجليسي فقط على اليمين بحال هكا، تيبان لكم ان فيلي. لاحظوا غادي نحبس في هذا المكان. النتيجه اللي عندي هي ديغرادي. فهاد ديغرادي اللي عندي تتكون جوج تاع لي كولور كيما تيبان لكم، لو نوار و لا كولور بلونش هنايا. فلو نوار هي لا كولور دو بروميير بلان كيما كاين هنايا، و لو بلون هي لا كولور ديال اش ديال لاريير بلان. فالديغرادي تتكون من هاد لي دو كولور، ومن بعد تيبقى ينتقل من لا كولور دو بروميير بلان بشويه بشويه كيما تيبان لكم هنا كحل، وتيبقى غادي 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 تيولي ناصح حتى تيدخل في البيض اللي هو لا كولور دو بروميير داريير بلان اللي عندنا هنا. اون رمارك، واش يمكن لي مثلا تحكم في لي كولور داريير بلان؟ فعلا يمكننا نجيو لهنا كولور دو بروميير بلان ونبدل لا كولور بهذا الشكل، نجي لهنايا عاوتاني نزل اون اوتر كولور ونخدم بالديغرادي كيما بغيت بهذا الشكل. بالنسبة للديغرادي فيه دي زوبسيون، كاين هنا لا بار دوبسيون وكاين دي تيب دو ديغرادي. لو بروميي تيب دو ديغرادي هو ديغرادي لينيير. لو دوزيام، ملاحظة ديغرادي لينيير هو اللي درنا به لو تيست. ديغرادي لينيير تيعطي بحال ان سيركل او راديال، سمحولي، هو لو دوزيام كليك اون بيت انجليسي ا دروات ا غوش. اون رمارك، الا كان هذاك الخط ديال ديغرادي لو فيلي الا كان صغير، لاحظوا الديغرادي تيطبق غير واحد شويه. لكن الخط كبير بحال هكا، ديغرادي تيشد واحد المساحه كبيره بزاف. فانتيستيو هاد لي ديغرادي اللي كاين هنايا انكليني، باش تبان لكم يعني لي ستيل ديالهم. ديغرادي ريفليشي، وبقى ديغرادي لوزونج هو الاخر اللي كاين هنايا، يعني تيدير بحال واحد ليطوال بهاد الشكل. فيرمي، او قبل ما نفيرمي هاد سون تيتر يعني درنا فيها ليكسيرسيس، اون رمارك، الا بغيت مثلا لو فيلي، لاحظوا شمات ما تيمشيش مزيان، الا بغيت يمشي بخط مستقيم نحط لي يدي على شيفت، ولاحظوا هنايا هذاك لو فيلي تيمشي بخط مستقيم كذلك من الفوق من التحت او اون دياغونال. في هاد الحاله الا بغيت نمشي بخط مستقيم فقط نحط لي يدي على شيفت، سمحوا لي نحط لي يدي على شيفت فقط تيمشي الخط بشكل مستقيم. غادي نفيرمي هنايا انجستري ني با انجستري. ان بتيت اكزرسيس غادي نحاولو نطبقو فيه هاد الاشياء. عندي هاد ليماج، هاد النظر اللي كاين هنا، بغيت نبدل لا كولور ديال هاد الزجاج اللي كاين هنا. اول شيء خاصني ندير اون سيليكسيون، غادي نمشي لوتي سيليكسيون رابيد، نسيليكسيوني هاد شويه، كليك على زائد او اوتوماتيكمون دابها، ومن بعد سيليكسيوني كذلك هاد شويه اللي كاين هنا. لوتي ديغرادي كليك، وفقط نجلسي بحالك. الا انه هاد لي كولور ما عجبونيش، غندير اديسيون aller vers l'arrière. بالنسبة للديغرادي، ملاحظة يمكن لي نخدم بلي كولور داريير بلون لي تنزلهم، أو نكليكي في هاد لو تريونغل. ملاحظة ما نكليكيش في لا كولور هنا، خطأ حاليا، خطأ يعني نكليكي فقط غير في هاد لو تريونغل لي كاين هنا. كليك ولا بديتو البال، فوتوشوب تيقدم لي مجموعة ديال لي ديغرادي. نكليكي على سبيل المثال في هذا، نمشي نكليكي هنا ومن بعد نكليسي بحال هكا. فا اديسيون aller vers l'arrière. اون رمارك، نعاود ندخل لهنايا، ما كاينش غير هاد لي ديغرادي، كاين دوطخ ديغرادي. ندخل بوتي لو بوتون منو لوكال، هذا سابيل ان بوتون منو لوكال، كليك، وعندي بليزيور فامي دو ديغرادي، ميتو، دونسيتي نوتر، بروي، باستيل، انسي دو سويت. غادي ننزل مثلا سامبل، ديغرادي سامبل، وهنا اوكي انولي اجوتي. اون رمارك، هاد ميساج يتعاود بزاف فوتوشوب. فولي فو رومبلاسي لي ديغرادي اكتيف par les dégradés provenant de simple. فهنا لا فامي ديغرادي سابي سامبل. اوكي، بما هنا غادي يمشيو هادو، ملاحظه ماشي غادي تسوبريماو، فقط غادي يمشيو يتعودوا بهاد ديغرادي اللي سميتهم سامبل. انولي شيء واضح، اجوتي غادي يحافظ على هادو وغادي يزيد عليهم لي ديغرادي ديال لا فامي سامبل. غنقول ليه اوكي فقط، يعني مشاو هادوك ويجي واحدين جداد. فهنا غادي نزل هاد ديغرادي، ممكنكم تعزلوا الديغرادي اللي يبان لكم مناسب ونجليسي بحال هكا اللي كاين بهاد الشكل، فتلقى اتجاه مناسب. قد هذا يكون ماشي زوين، نطلع الفوق مثلا، لتحت، اليمين، يسار، تيبان لي اتجاه مزيان ديال ديغرادي. اديسيون الي فيغ لاغيير، غادي نمشي خطوات من الخلف، تنرجع ليماج كما كانت بحال هكا. ملاحظو عندي لوباسيتي، لوباسيتي بمعنى كما شفنا في لوتي بو دو بانتور، فما بغيتش يطبق بزاف هاد ديغرادي. لاحظتو ما حد لوباسيتي تنقص، وهاد لي كولور تينخافطو ما تيبقاوش واضحين بزاف، ولا 47%. وغندوز بحال هكا، ولاحظوا هنا لا كولور كيفاش ولات ملائمة مع النظر اللي كاين هنا.
édition, aller vers l'arrière, on a déjà l'opacité 100%. Le bouton inversé. Là, donc, pour cliquer le bouton inversé, là, on a le bleu, la couleur bleue, il y a ça, ou la couleur blanche, il y a mis. Cliquez l'inversé, فقط غادي انفيرسي لو رول واحد دقيقه نعاود نكليكي صافي خصني نعاود نكليكي هنايا نديكوشي سي بون يعني هنا اليسار اللون الابيض واليمين اللون الزرق سيمولي كما كاتبين في الانفو بول هنا غادي يافيشا كوريج لي في دو بونت مهمه تخليها ديما كوشي فاش ما ديغرادي تيافيشي بحال دي بونت من الاحسن خلي ديما هاد سيمولي اللي كاين هنا ترونسبارونس عندها شيء اخر اون رمارك خدمت بهادو اللي كاين هنايا وبغيت نرجع لهاد ديغرادي اللي انطلقت منه او اللي هزلته هنايا ففي هاد الحاله فقط نكليكي في هاد لو بوطون ومن بعد نهزل لوبسيون ريانسياليزي لي ديغرادي اوكي وهنا نكليكي على هاد ديغرادي هو اللي تنلقى هنايا ومن بعد تنكمل به الخدمه لوبسيون ترونسبارونس او قبل ما نشوفو لوبسيون ترونسبارونس غادي نشوفو لوبسيون ديالاش اننا نخدمو بليديتور دو ديغرادي انولي عندي اون سيليكسيون غادي نحيدها ندي سيليكسيوني او غادي نخرج من هاد ليماج بحال هكا ني با انجستري هادي مازال ما غادي نخدم فيها غادي ندي فيشي نوفو بارامتر بري ديفيني ماشي مشكل هنا لا تاي يعني نخلي غير اون تاي كيما كانت ماشي مشكل وندخل فين في ليديتور دو ديغرادي الملاحظة فقط كليك في وسط هاد الكولور في وسط هاد لو سبيكتر هنا دو كولور كليك و اوتوماتيكمون تتافيش هاد البواط دو ديالوغ هاد البواط دو ديالوغ كي سابيل ايديتور دو ديغرادي فهنا كيفاش يخدم ليديتور دو ديغرادي عندي دو لين هنايا لا بروميير لين ديال لوباسيتي و لا دوزيام لين ديالاش ديال لي كولور لا كليكيت هاد لا كولور او هاد سوبور تتافيش لا كولور هنا ديال هاد سوبور كذلك لا كليكيت في هاد لا كولور تتافيش لا كولور ديال هاد سوبور ou ta mon position 100 شنو معنى 100 بمعنى هاد ديغرادي اللي عندي تتكون من هاد جوج الالوان تيتقاسموا 50% تياخد من لو روج و 50% من لو فير كما تيبان لكم هنا غادي نكليك هنا 50% انا بغيت ديغرادي يكون غالب عليه لو روج سبيل المثال فقط ندفع بحال هكا ولاحظوا هنا 80% ديالاش ديال لو روج وفقط 20% اللي بقات هي ديال لو فير او العكس بحال هكا فهني هاد النقطة تتحكم في اللون اللي غادي يكون تيغلب على الديغرادي شيء اخر بغيت نبدل لا كولور ديغرادي كليك في هذا و تيبان لكم انت كليكي فيه سوبورت تيتشعب الكحل هنايا هذا ما تيتشعبش بالكحل فكليك و من بعد نكليكي في كولور ننزل لو بلو سبيل المثال هاي بحال هكا اوكي تتبدل لا كولور كذلك نفس المثال بغيت نبدل لا كولور ديال هذا بغيت نزيد اون ثوازيام كولور لاحظوا الكورسور مين تنحطو هنا فقط ما بين هاد السوبور هاد السوبور تيولي بحال واحد لاما تنهبط واحد شويه تيولي من فلاش عاديه فمي تيولي بحال واحد لاما نكليكي اوتوماتيكمون فوتوشوب تيزيد ان سوبور كليك ونعطيه نفس الشيء لون مثلا نحاول نعطيه بحال هاد لورونج بحال هكا ونكلي بهاد الشكل لاب هنايا شحال بغيت ديال ديغرادي شكون اللي يكون غالب مثلا الصفر ولا لو بلو هنايا هنا تتخطا نعاود نكليكي كليكي مزيان فهاد النقطه ونتي على اليمين واليسار او بوزيسيون بهذا الشكل نفس المثال بغيت نكري اون كرات كاتريام كولور فقط كليك ونجي لهنايا ونعطيها شي كولور بحال هكا باش نسوبريمي اون كولور كليك في وسط هاد السوبور لاحظوا البوطون سوبريمي تات سوبريما لا كولور فهنا عندي ديغرادي 3 كولور كاين ندير لو تيست كاين ندير اوكي ونجي لهنايا ولاحظوا ديغرادي 3 كولور كما صوبتو اديسيون الي فيغ لاريير يعني نرجع غير كما كنت ونعاود نكليكي هنايا ونقدر نصاوب مثلا غادي ندير انولي غادي ندخل هاد ليماج غير باش يبان لي في عندي اون ايماج هنايا غادي نشوف لوبسيون ديال ترونسبارونس فاليماج هنايا ولا مشيت طبقت عليها ديغرادي كامل لاحظوا شنو غادي يوقع انه ليماج ما غاديش تبان اديسيون الي فيغ لاريير كليك فوسا ديغرادي لي صوبنا وهاد لا كولور دو ميليو شنو غادي نعطيها غادي نعطيها مثلا غنقلب تنقلب على لوباسيتي ملاحظه تنزيد غير واحد النقطه هنايا نقطه ديال لوباسيتي فلوباسيتي تيغال 100% فلوباسيتي بحال الشكل اللي شفنا ديال بو دو بانتور فهنا مثلا هاد لوباسيتي غادي نقصها واحد شويه نقول ليه لاحظوا 68% هاد لوباسيتي ديال هاد المكان 100% ديال هاد المكان 100% وهذا اللي عندي هنا لوباسيتي ديالو 68% ملاحظه ماشي لابد لوباسيتي تكون فوق من هذا يمكن لا تكون هنا او في هذا الاتجاه
فيمكن لي نحطها في الاتجاه اللي بغيت. غادي نخليوها فوق هاد لاكولور اللي كاين هنايا ودبتها 68%. اوكي ولاحظوا النتيجه هنا، هاد ليماج اللي من الخلف تتبان واحد شويه، علاش؟ حقاش هاد لاكولور فيها اون اوباسيتي ديالاش ديال 68%. انولي وندير اديسيون انولي، ولاحظوا حاليا غادي نجي وندير لوباسيتي شحال 0%. اوكي ونمشي نجليسي، ولاحظوا الديغرادي شنو تيوقع. تيتابليكا، سمحوا لي هنا باش يبان لكم مزيان، طلع هذا الفوق ديغرادي تيابليكي هذا شحال لا كولور لي بالفير 100%، لو بلو هنا 100%، كليك هذا 100%، وهذا اللي عندي هنايا لو جون تيتابليكا 0%، بمعنى تيخلي ليماج اللي من الخلف تبان. هذا يعني هاد لوبسيون ديالاش ديال لوباسيتي تيكال 0. غادي ندير اديسيون الي فير لاريير، وهنا لابديتو البال ما كاين والو، علاش؟ لاحظوا اسمحوا لي هنايا اوباسيتي 0، فهاد لابارتي تتولي بحال ترونسبارونت، ولكن الا مشيت تاكوشيت لوبسيون ترونسبارونس شنو تيدير؟ ما تيبقاش عندو ليفي، هذا تولي عندو اوكان ايفي. فهاد الحاله الا كليكيت على او ديكوشيت ترونسبارونس ومشيت كليسيت بحال هكا لاديتو البال، يعني ليماج تتبان كامله، علاش؟ حقاش لوبسيون ترونسبارونس ديكوشي. فالا كنتو غادي تخدمو بان ديغرادي وفيه لوبسيون ديال اوباسيتي اي تيكال زيرو او تتكون منخفضه، فهاد الحاله لابد خاصكم ديرو لوبسيون ديال ترونسبارونس باش يمكن لكم تخدمو بديغرادي اللي صوبتو نتوما.